الطوفان رسخ عقيدة. عقيدة أنت بتشوف الناس لا إله والله ما نطلع، والله أرضنا، والله كذا، عقيدة. الطوفان رسخ إيمان وصبر ورضا، رسخ ثبات. إيه؟ الثبات ده جه كثمرة زي ما قلت لكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت. من عنده، من عنده سبحانه. فطبعاً أما يبقى من عند الله، عطاءك ولا عطاء ربنا؟ ها؟ تدبر لنفسك ولا يدبر لك ربنا؟ تتولى أمورك ولا يتولاك الله؟ شفتوا الجمال؟ الطوفان أحيا الفرد السادس، كنت تقدر تيجي تقول الجهاد لا لا، وهو ده والله ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. الله عز وجل يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طوفان العزة ده خلت قيمة والاستشهاد بقت ثقافة. ده بقى يتمنى يا رب يا رب الباب من غزة للفردوس كده، نفوس الأمة كلها، المفاهيم صح. البوصلة ذات نفسها تعدل بعد ما كانت خلاص لا في مناهي وتكفيف المنابع وحبس الإسلاميين ومش عارف أي حد يقول إسلام، حتى الكتب والتربية الإسلامية غلط وبيكيبوا كلام فيها غلط. استغفر الله، يقول لك روح اعترض على ربنا، لك حق أنك تعترض، اعترض على قضاء الله. ده في البتاء وما علىهوش درجات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول إذا فسد أهل الشام، لأن عليكم بجند الشام، عليكم هناك النصر، أرض الشام، الأرض بقى ومن حولها بورك، ومن حول أرض الشام كلها سألوني، سألوني والله أنا والله ما كنت عايز أرجع من لبنان برغم اللي فيه، والله ما كنت عايز أرجع. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الأهل العلم كانوا بيقولوا على تفسير الفساد ده مقتضاه ترك الجهاد. عشان كده لازم يبقى عندنا معركة الوعي. ما بنجي نتكلم في الوعي ويا الشباب، وهحكي لكم المؤتمرات الشباب دلوقتي بيقولوا فيها ايه، والله حاجه تسلك الصدور، بس عايزين عمل. انا واحده بتاعت عايزين نعمل ايه اللي حصل، ايه اديني ارفع واقع بالارض. بس القيم، جدوله القيم في محاضن اسلاميه عالميه، مش عايزين على بلد ولا حته ولا مكان. الطوفان عمل احيا روح التكاف، اخويا المسلم واختي المسلمه، ونعمل وطلعي، وانت معاكي ايه، وانت معاكي ايه، وانت ممكن تساعد بايه، وانت تعمل ايه. بنوته من ضمن البنات 8 سنين 9 سنين، هي دلوقتي لان الطوفان كان 8 السنه اللي فاتت، عدى سنه 9 سنوات في بلد اوروبيه، وبقت تعمل الحاجات بتاعه الشغل وبتاع الاطفال ومش عارفه وبتاع ايه كده علشان تقدمه لفلسطين. رحت كده 8 سنوات وجمعت، يا خالته هاله، قلت لها بقيت تيتا هاله خلاص، يا خالته هاله انا عملت كذا 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 ومعايا مبلغ كذا. روحي يا بنت عندكم هناك مش عارفه فين جمعيتي، وروحوا ادوا واعملوا كذا.